نرجع الى الاعتداء مال اختنا اللي اعتدت على ضابط المرور. طبعا من كل فعلا هو اعتدى عليها لازم لا ما اعتدى عليها والسيد وزير الداخليه المحترم اخونا الكبير ومعلمنا له ورمضان كريم عليه اكيد ارسل على الضابط. فسيد مدير المرور العام وانا شخصيا امام السيد معالي وزير الداخليه ووضح الاخ الملازم ملازم مصطفى الحاله امام السيد وزير الداخليه. اولا الاخت ما كانت موجوده بالسياره. هذا واحد. السياره مخالفه وواقفه صف ثاني شارع الربيعي امام الجامع. جاي رجل المرور قايل له بلا زحمه عليك سيارتك صف ثاني حرك السياره. كانت واضحه قال له انا ما اطلع ما اوخر وش تريد تسوي سوي. يعني تبدي هاي الكلمات باستفزاز رجل المرور اللي يجب عليه انه يسهل حركه السير المرور. انا شلون اسهلها اذا عندي سايدين مغلقات يبقى بس سايد واحد؟ لان احنا شوارعنا كلها هي ثلاث مسارات ثلاث مرات. اذا انغلقت اثنين تمشي العالم واحد. المهم فش مسوي الرجل؟ لازم الدفتر ما محاكي. قال ما تطلع؟ قال لا. قال اوكي راجع مسجل بده يسجل بالرقم طالعه ما ادري مين هي كانت محل بدائره مول يعني ما يعرف الضابط يقول انا ما شفتها. شفتها مباشرة جتي تتهجم علي واخذت الدفتر مني وعقشت الوصل. من السائق هي لو الرجل اللي كان وياها؟ لا الرجل مو قلت لك هي ما صعدة بالسيارة. وهو دي يفرض غرامة على الشخص سائق السيارة. هي جاية من خلف السيارة ما اعلم كانت بمحال كانت بهذا. مباشرة صياح وتجاوز ولازم الدفتر مال الوصولات ويدري اخوي العزيز عميد نبراس اذا يمزق الوصل يتعاقب قرار هذا قرار حكم حاله حال المسدس اللي يضيع من الضابط صحيح؟ حقيقه شايله طابوقه هذا شفناه بالفيديو ومعتدي على الضابط وبكل هذا الاعتداء الضابط صحيح تكلم بحرقه مثل ما نقول وكان اكو تصوير جدا واضح للحاله لتوثيق الاعتداء وليس للتشهير. شنو اللي صار بالموضوع؟ الرجل احنا عندنا طبعا تعاون يدري اخويا عميد نمراس عندنا جهاز لاسلكي نادى بالجهاز اللاسلكي على جهاز واحد النجدة اللي هو جهاز شرطه النجده مباشره اقرب دوريه صح. استجابوا لطلبه جوي اخذوا المشتكي والمشتكي منه ليون عذرا لمركز الشرطة للتحقيق. صار تحقيق صارت أوراق تحقيقية رفعت إلى السيد قاضي التحقيق وبالتالي قرر قاضي التحقيق يوقفها وبعدها تخرج بكفالة وخرجت بكفالة. بس الكفالة مو معناها نهاية القضية. إذا أكو اليوم قضية مفتوحة تبقى بعد الإجراءات القانونية سارية المفعول.